وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا. إذا سمعت في القرآن الذين آمنوا، سبحان الله، يكون لك عمل ولا أطلع. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. انفروا انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: توجه توجه، اللي عنده جوال يوقف والله يجزيكم خير. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يأخذ عني هذه الكلمات يعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه: ألا يا رسول الله؟ توجه. سيدنا أبو هريرة: ألا يا رسول الله؟ قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما نصب الله لك تكن أغنى الناس، واحسن في درجاتك تكن مؤمنا، وحب لأخاك الخير كما تحب لنفسك تكون مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولوا عليكم السلام. وعليكم السلام. الله بقدرته جمع بين هذه الأمة، وين فرنسا وين تونس. جينا هذه الأيام فرنسا، كلام طويل، أريد الاختصار. هذا الكلام ليس لكم، الله يبلغ لجميع الأمة، جميع الإنس والجان اليوم. ما هي الكلمات هذه؟ شيء مهم جدا. الله تبارك وتعالى كل شيء اسمه. وقفه ويقف الجوال، الله يرحمه. الله تبارك وتعالى كل شيء خلقه لمقصد. قل: كل شيء خلقه لمقصد. فإذا قام الشيء على مقصده تبقى له قيمة ويبقى في الوجود، وإذا الشيء ما قام على مقصده لا تبقى له قيمة ولا يبقى في الوجود. مفهوم كده؟ كل حاجة خلقها ربي لمقصد، فإذا كل حاجة تقوم مقصد ديحة الله يجعلها قيمة. الآن قلنا كل شيء خلقه الله لمقصد، وكل شيء صنعه الإنسان لمقصد، فإذا قام الشيء على مقصده تبقى له قيمة في الوجود. نعطي مثال بعد خلق الله ومثال على ما صنع الإنسان. الله خلق البقرة لأي مقصد؟ قولي. لتعطي الحليب. تقول توسخ الحوش والسلام عليكم. حليب. حليب. بالله لو بقى تعطي حليب يخليها بالحوش؟ قال والله تعكيت. تقول حشيش وقرد وتقرد يعني وتوسخي الحوش، أجا الزهر يجي. بالله يربحها. بيع الحمد فيها وتعطيها للفقراء. يكفيني منها، تعبتني هذه البقرة. صحيح؟ هذا مثال، لأن مهم جدا في آخر الكلام: يا من وفقكم الله واجتمعتم هذا اليوم. البقرة ما قامتش على المقصد فيها تبقى موجودة بالحر؟ لا. تبعوها. هذا مثال ما خلق الله، أمثلة كثيرة. نختصر لأن الأمر مهم. لا، ما صنع الإنسان. هذه الساعة المنقال صنعوا ليش؟ نقول بها خصوصي؟ قول وقت شغله.
إذا تقدم ساعة وأخر ساعة صلحها صلحها قال والله يدي تعبتي يرميها في الزبالة صحيح؟ هذا مثال بسيط مع الحب قال أي هاي الدابة قال الشيخ جاي جاي قال لنا بقرة وقال شيء يا أخوي نعطي المثال الله ذكر الأمثلة في القرآن حتى يسهل الفهم الإنسان خلقه الله قل الإنسان مخلوق أشرف المخلوقات عند الله ولقد كرمنا بني أشرف المخلوقات عند الله هو الإنسان متفقين معي؟ اللي متفق معي حرك أصبح كلهم متفقين الحمد لله الله جعل جميع الكائنات لخدمة الإنسان الشمس لمن؟ قل القمر لمن؟ الدجاج لمن؟ الخروف العرش لمن؟ قل الزوجة لمن؟ كل شيء للإنسان والإنسان خلق لله لطاعة الله فإذا الإنسان امتثل أمر الله كل شيء في الدنيا يكون موافق له وإذا الإنسان خالف أمر الله كل شيء يكون مخالف له إذا الإنسان امتثل أمر ربي كل شيء موافق له الأمطار تنزل بالرحمة قل بالرحمة تنزل الصرع ينبت بالرحمة الزيتونة مسكمة بالرحمة كعبة الزيتون ما شاء الله قولوا ما شاء الله لكن الإنسان يتعوج كل شيء يتعوج إذا الإنسان من مخلوقات الله متفقين معي؟ منش إلى عشر من المشرفين ولا؟ قول لكن هذا الإنسان عنده مقصد واحد ولا كم مقصد؟ لا تسمعون مقصدين العلماء يقولون الإنسان أعطاه الله مقصدين مقصد الأول اسمعوه في القرآن مقصد الثاني كذلك في القرآن لأنه هو الإنسان أشرف المخلوقات ما عنده مقصد واحد مقصدين كم يا شيخ؟ مقصد الأول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين من يقول هذا الله إيش معنى إلا ليعبدون العلماء قالوا إلا ليعرفون إلا اللي عرف الله يطيعه ولا ما يطيعه يعبدون ولا يعبدون واللي ما عرف شطر ما يطيعه قل الله أكبر هل العلماء إلا ليعرفون أي لابد يعرف الإنسان خالقه من هو قل الله قل الله الله ربي الله ربي لا أريد سواه سواه مخلوق الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود خالق إلا هو الشمس والبدر من نور حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه والطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه قل الله أكبر والنملة تحت الصخور السم تقدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرة فيسترهم والعبد ينساه ربي ليس ينساه قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر من هو ربنا؟ الله قال العلماء الله الألوهية رب الربوبية قال الله معنى كل شيء يصدر منك إلى الله وحده فهذا الألوهية توحد في أعمالك الله ما تصلي إلا لله ما تصوم إلا لله ما تصدق إلا لله ما تصلي إلا لله ما تعمل حركة إلا لله قل الله هذا معنى الألوهية معنى كل شيء يصدر منك إلى الله وحده يسمى ألوهية والرب كل شيء يأتي من الله إليك هو الرب الله ربي الله أكبر الله ربي لا أريد سواه سواه مخلوق مخلوق نجم يخلق مخلوق يعطي يمنع يضر ينفع لا إله وحده إلا الله هل في الوجود خالق لله بالله عليكم يا أخوان لو جميع الكائنات جميع الدنيا بالتكنولوجيا والبكنولوجيا والفكنولوجيا يحب يخلقوا ذبابة كما خلقها الله عليه الصلاة قل لا 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 ها صنعوها من بلاستيك ولا من حديد حطوا فيها البيض تك 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 نحور البيض
قربا تبتوق صنعوها من حديد من بلاستيك، لكن هل يستطيع يخلق ذبابة كما خلقها الله؟ لا. قرب لا. الذباب يقول وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. قل الله أكبر. أيها الأحبة الكرام، نعرف خالقنا، نعرف خالق من هو؟ الله. هو الذي لا تراه العيون. من هو؟ الله. هو الذي لا تراه العيون، هو الذي لا تخالفه الظنون، وهو الذي لا يصفه الواصفون، وهو الذي لا تغيره الحوادث، وهو الذي لا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وما تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. قل الله أكبر. الله أكبر. ليس كمثله شيء. علام الغيوب، رفع السماء بغير عمود، باسط الارض وجعل فوق جبال رواسيا، لا يحتاج الى شيء، يفعل كل شيء بغير شيء، فعال لما يريد. قل الله اكبر. اذا هنا نعرف خالقنا بالله، اذا عرفنا تطيعوه ولا ما تطيعوه؟ قل. واذا عرفنا، شوف مسلمين البر لدى نيد المجد، لو عرف خالقه عندما يسمع الأذان يريد الروش، لأن الله يناديه، الله يناديه، يمشي للزوجة، يمشي للأولاد، يمشي للفرش، يمشي للسوق، يمشي للبطاطا والبصل، والأذان يريد المنجم. عرف خالقه؟ لا. قل. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو عرف خالقه، يقول المشايخ العلماء، معرفة الخالق وطاعة الخالق بحاجتين. اللي يطيع الله عنده حاجتين يطيع، ما عندوش حاجتين ما يطيعش. كم حاجة؟ حاجتين. الحاجة الأولى يعرف قدرته وكبرياءه وبطشه وجبروته، يخافه يطيعه. يأتي الطاعة بعد الخوف، صحيح؟ صحيح. إذا جاء الخوف يجي الطاعة ولا بيجي؟ صحيح. وإذا ما جاش الخوف؟ ما يجيش الطاعة. أعطيكم مثال، واحد عنده كاراتي حزام الأسود، والله لا يسود لنا حاجة. ما عندوش سدير الرعاة. واحد ما عنده لا سدير لا جور لا رعاة، ما عنده شيء. عنده إلا وجه رب الله. خليها سكت. الكاراتيه يقول له اجي اجي، قال له انا جاي محمد اجي اجي خويا، واذا ما جيش ايش يعملوا؟ يقلبوا يجيبوا فرش. ليش ضاعوا؟ لان يعرف القوه نتاعو. البوكسور كذلك، هذا قلنا من ناحيه العباد، لكن من ناحيه البلاد، فما بلاد ما سميش الناس كل يخافوا منها، معروف ما سميش يسموه عنده كتروب اليهود. كل الناس تعطي الامر في الصباح يتنفذ في العشيه في العالي. ليش؟ لأن تنزل على الزر النو. ها خلينا النو، خلي النو فقط، النو ما نتكلموش عنه، النو تنزل النو. خافوا منها ولا يخافوا؟ قل. لكن هل يخافوا من الله؟ ليش؟ ما عرفوش قوة الله، عرفوا قوة المخلوق، أن بالزر تتفجر الدنيا كلها، ولكن ما عرفوش قوة الخالق. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. قل الله أكبر. أنتم معايا يا شيخ؟ نعم أكيد. لا لعلنا تموت عليهم. لا لا طائرات صغيرة، طائرات صغيرة من عندنا رب العالمين. كل طير عنده حجرتين في ايديه وفي المنقار، صغار مثل الحمص. يا أخوي توجهوا يا حوالي. طيارة، هذه الطيارة فيها شوفر؟ لا. فيها بيلوت؟ لا. قل. لا. هذه الطيارة فيها مطار؟ فيها بنزين؟ بغير بنزين، بغير مطار، بغير سد. جاي الطيور، جيش عبرها يحب يكسر البيت، بيت الله الحرام، فربي أرسل الطيور. ما يبعثش ملائكة، لا ملائكة هذا شيء آخر. طيور صغيرة. ولما يرموا هذيك القنبلة، قنبلة ما تتفجرش، ما تعملش صوت، غير تمس الحم بتاع جسمها، جيش. الحمل نتاعه يسقط من عظمه. ما تتفجرش. بالله العظيم لو المسلمين أمة محمد رسول الله عرفوا قوة الخالق جل وعلا، ربنا عظيم، يخوفون بالمدمرات الإنسانية فنخوفهم بالمدمرات الإلهية. الله أكبر. ما الدعاء
عند المدمرات عند الله، لكن متى؟ عند المسلمين يركبوا خيوطهم مع ربهم. شيئين المسلمين يعملوهم الله يكون معنا بقدرته كما الصحابة. شيء أول نرد علاقتنا مع الله، نقوم نقصد نطيعنا كما كلفنا رب العالمين. الشيء الثاني نجتمع، نجتمع نكون صف واحد، صف واحد نكون متحابين. أنت مسلم محمد وهذا مصطفى، ليش ما تتفقوش؟ مش أخويا؟ ألم يقل ربنا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون؟ ليش أنا ليش؟ أنت أخوي وأنا أخوك، عندنا دين واحد، رب واحد، نبي واحد، ليش؟ ليش؟ أعداء الإسلام اصلحوها، والله العظيم أعداء الإسلام جعلوا هذه النعمة حتى يفرقوا بيننا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتركوها فإن هذه كلمة نتنا. عندما الأنصار والمهاجرين شافوا واحد عدو، عدو الإسلام شافوا متحاربين بعدما كانوا متقاتلين، كان يدفن ماتهم حية، يكل بعضهم القوي يكل الضعيف. لما صاروا متحاربين جمع بينهم رسول الله بالدعوة إلى الله، صاروا متحاربين، هذا العدو الإسلام شافهم، جاء قدامهم وذكر أبيات شعرية يذكرهم بزمانهم الأول، كيف عملوكم وكيف قبائل عملوكم. فقال قال يا الأنصار وقال يا المهاجرين، رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اتركوها فإنها نتنا. هذه الكلمة نادرة نادرة تفرق بين الأمة، ويا ويحة يا ويحة من يفرق بين اثنين. العلماء الشيخ كشك الله يرحمه قال اثنين واحد يفرق بين اثنين الله يوقفه فوق جهنم 70 مرة، الله يوقفه فوق جهنم 70 مرة، 70 مرة. يقول أنا شو قلت هذه الكلمة فرق بين اثنين؟ ليش ليش ليش؟ نحن إخوان ديننا واحد، نتعاون حتى نبنوا الإسلام. أعداء الإسلام يطيحوا في الإسلام، والشياطين يطيحوا في الإسلام، والملحدين يطيحوا في الإسلام، وإحنا بنادنا مش طيحوا بعضنا بعض. صلوا على النبي. الموضوع منهم يا إخوان نرشق هذا مهم جدا. اللهم اجمع شتات المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا. يا رب نحن إخوان، ألف بين قلوبنا، اجعل كيد الأعداء في نحر الأعداء في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدميرهم. قل آمين. فين كنا؟ فين كنا؟ ها شيئين ضع بعض، تعرف القوة تضيعه تطيعه، تعرفش القوة تضيعه تطيعه. لما نعرف قوة الله بالله العظيم، مثلا في واحد يعصي الله، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يمهل ولا يهمل. الله عندما يمسك يمهل ولا يهمل، يمهل يخليك تجري، ولكن عندما شدك شد ما ثماش فيها يكمش تكميشة واحدة. فاتق الله وخاف الله. الشيء الثاني مش جيد طاعة، صلوا على النبي. الشيء الثاني مش جيد طاعة ايش؟ قولوا ايش؟ نعرف نعمه فنحبه ونطيعه. نعرف النعم اللي اعطاه، وان تعدوا نعمة الله نعرف النعم اللي نطيعه. كم من نعمة داخلية، كم من نعمة خارجية، كم من نعمة حول الكون لك يا انسان، اما تعرف نعم الله؟ فاذا عرفت النعمة تطيعه تحبه ولا تحبه؟ قل. وإذا تحبوا تطيعوا ولا ما تطيعوا؟ بالله يحب واحد، يحب واحد يطيع ولا ما يطيع؟ نعطي مثال، نعطي مثال، المثال مش نفهم الصورة. واحد يحب زوجته مش عيب، عيبها يحب زوجته بنت عمك الحال الله يحفظها من الأخير، يحب زوجته نزل بتزوج يحبها كثير بعشا، يحبها بعشا، تكلم تونسي الجزائر يقولوا بالسعف، الله يحفظنا من السعف، يحبها بعشا. ولما في الليل تقول كرومتها، هو يحط ايده في نفس المكان تقول بابا، قول لها ماما، قول السبيطار، قول له والله الله يهزك. مفهوم كلام؟ ايش معنى؟ معنى يحبها يطيحها ولا يطيحها؟ يخليها هكذا؟ ولا ما يحبها؟ قال اردي الله يبكيك، اردي الله يخليك من دم وحضورة جديدة. صلوا على النبي. محبة ما ثمان. هنا النقطة على المثال ايش؟ إذا نحب الله هل نعصي له أمره؟ لا. بالله عليكم إخواني، أنت ماشي في طريق عفور ولا ماشي في طريق تونس، وبقيت أمبان في الحفرة، وجاء واحد جارك في الفحص، وديت طناك، وكركنك بالكاميون نتاعه، وهزك للكراج، وصلح لك السيارة، تنسى هذا؟ لا. تحب ولا تحبه؟ لا.
إذا قال لك حاجة تطيعه ولا تطيعه؟ طيعه. هذا جاء مرة واحدة عاونك، فكيف الخالق إذا أعطاك نعم لا تحصى ولا تعد؟ هنا الشيء الذي نريد أقول نختصر لأن الوقت يمر بسرعة يا إخوان، علينا إيش؟ طاعة الله. إذا عرفناه نطيعه، هذا المقصد الأول. وما خلقت الجن والإنس إلا ما أريد منهم الرزق وما أريد من طعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صلوا على النبي. الآن بالاختصار المقصد الثاني يا أخوي، جوال الله يرحم والديك. يا أخوي الموسيقى الله يسلك على خير. صلوا على النبي. نصيحتي للحباب اللي عندهم جوال يغيروا الموسيقى، غيروا الجرس، عمل فر تر بر. موسيقى رب الجامعة موسيقى ما يناسبش، موسيقى خطيرة يا أخوي. معازف. الله يحفظنا كلهم. الله يبارك لكم في جوالكم ويبارك فيكم أنتم. عندهم يدخلوا الجامعة وقف وقف ما فيها إن شاء الله، قولوا جامعة. إن شاء الله. كم مقصد أسيب؟ في برودهم. شفنا المقصد الأول، لا نمشي بالسرعة المقصد الثالث. المقصد الثالث إيش؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله جعلك خليفة في الأرض يا إنسان. إيش العلماء قالوا الخليفة؟ أي معناه تتصف بصفات الله. الشيخ من العلماء الكبار اسمه المفتي زين العابدين الله يرحمه قال هذا الكلام يكتب بالذهب. إيش معنى الخليفة؟ قل يتصف بصفات الله. الله كريم أنت ذكر، الله رحيم أنت ترحم، الله حليم أنت تحمي، الله ستار أنت تستر، تستر عباد الله. لكن فيه صفات الإنسان ما يدخلش فيها، يدخل فيها يتهلك. الكبرياء يقول قول قول لله ويتكبر شيء عمله رب يقصد. الكبرياء ردائي. صلوا على النبي. الكبرياء ردائي. الله أكبر. قل الله أكبر. الكبرياء ردائي. إذا الكبرياء لله. الخليفة في الأرض يتصف بصفات الله. سمعوني صلاة على الله. ها بحاجته نعرف الله نعبده والخليفة. الشيطان اللعين نعرفه الله كم عبد الله في كل سنة؟ ألف عام. في كل أرض ألف عام. من الجن اسمه عزازيل صار مع الملائكة المقربين. لما رب العالمين قال اسجدوا لآدم الملائكة هو، فالملائكة سجد، هو قال لا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين. قليل الحياة، ما عندوش حياة. عصاه مع الكبر مع سوء الأدب. عصاه مع حبيسه الكبر قال أنا خير منه، سوء الأدب. في الآية الأخرى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا تنم من بين أيديهم في الأمان ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قولوا الله أكبر. الله أكبر. قليل الأدب. هو أغوى نسب الغواية لخالق الكائنات. شكون الأغوى؟ هو. وقال فبما أغويتني، بيعرفوا العربية الفصحى؟ فبما أغويتني معنى نسب الغواية لخالق الكائنات. قال اخرج منها فإنك رجيم. 14,000 سنة يعبد الله، كلهم شاك في الهواء بسبب كبره. فيا أخويا يا مسلم ما تتكبرش، ما تقولش أنا ترفع. قال أربع حوائج مصيبة خطيرة، أنا ونحن ولي وعندي. أربع كلمات خطيرة جدا، من دخل فيها مصيبة كبيرة. أنا من قال؟ الشيطان. رد بالك تقول أنا، لأن أنت فسرك سيدنا علي، أولك نطفة مضيرة وآخرك جيفة قذرة وسطك تحمل العظم. ليش ترفع كتافك على أخوك؟ قل أنا 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 يا أخوي أنت نفسك سيد علي النطفة، منين خرجت النطفة نطيعك منين خرجت ومنين دخل فين دخل نطفة نادرة ما تتشمش ولما تموت أعز الناس إليك يرموك الحفرة جيفة تولي جيفة وتكركر بيت الطوالات في قرش 24 ساعة ترفع روح راسك. قل الله أكبر. أقول لكم هذا المثال الله ينور به قلوبنا. قولوا أمين. تعرفوا الطاوس؟ طاوس تعرفوه؟ ريشة كم فيها ألوان؟ ريشة تفتح جناحها وديلها ألوان عجيبة. يعملوها في المحبس في البيت الرجال بتاعها يزينوا البيت. لما تمشي كرومتها طويلة وجليها طوال.
من مثلي؟ شوفوا لوني أنا لكن رشديها قاق وصوب وطفي معك رشيد مليئة بلجة من مثلي؟ ولما شوفه تحت رشديها لكن نفاق كل يخرج. قال يا أخويا ما تقولش أنا، شوف حطب عينك شوية هنا ما فيك ما يتشم. أنا كذلك معك الجلدة مساطرة، هذه الجلدة مغطي العيون دي ذلك أنا ما تقول هذا الملائكة. قال نحن ربي قال واسجدوا، فالملائكة طاعوا رجعوا في العلوم ديهم، الشيطان ما حب يطيع فبقى في الأسفل. فرعون قال لي ملك مصر، لي تكلم. وقارون قال هذا أوتيت على علم من عندي، هذا المال من عندي، أنا اجتهدت بجهدي. فرب العالمين قال وخسفنا به وبداله الأرض. بالاختصار كم مقصد الإنسان؟ اثنين. أنا قاعد نختصر لي، أنا بقى مش النادي المسلمين جدد يتكلموا معكم. اثنين. بالله يا أخوان الذي ما قامش بهذا المقصدين تبقى له قيمة عند الله. بل الله يقول كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الحيوان أفضل. الحيوان ليش أفضل؟ لأن الحيوان يطيع أمر سيده. الكلب الله عارف إيش تسموا كلاب عندكم هنا في الفحص. عندنا في فرنسا يسموه لولو ولا بسده ولا بسد. يا بسيطة ينادي صاحب يعطيه شوية عظم فيه اللحم ناتبه ينادي كله يبوش لولو يجي ولا يجي قول يجي يبدي حرف دي. نعم سيدي أنا موجود. ولكن الإنسان عاصي خالقه. الله أكبر الله أكبر الذي يضر ينادي الكبير، لأن تعالى الصلاة فيه فلاح في أمر الله، فهو يغمض عينيه وتعدى لذان ما بقاش يسمع لذان، ما بقاش يطيع أمر الرحمن. الحيوان أفضل، الحيوان يطيع أمر سيده، والإنسان يعصي أمر خالقه. فيا إخواني إذا الإنسان إذا ما عصاش أمر الله فصار مثل الحيوان عند الله كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صلوا عنا. نعطيكم واحد المثال. قول واحد المثال. قول. لكن العالم على بعض يفهموش منيح هذا المثال. لكن في عجيب هذا المثال. الله ينور به قلوبنا. قولوا مين؟ قولوا. قل يقولوا. قول. قال المرة الحصان والحمار بين والخنزير عملوا اجتماع. أنا ما كنتش معهم. عمرو اجتماع مثال الحصان هز راسه قال الحمد لله. الحمار هذا قال مش تحمل وجهك طويل ذيلك طويل. قال الحمد لله يا ربي خلقني حصان ما خلقنيش بهيم مثلك انت. يعني شوف حالتك انت قصير يطلعوا عليك بالسهوله. انا على الاقل يغسلني بالشامبوان سنسيك يعملوا علي الكورس عمل لي براكه نقعد في المطر والريح في البراكه بتاعي يعطوني الشعير في العشية يا شيخ. وانت يعطوك الحشيش والعصافة فوق ظهر كل يوم تهز القمح وتهز الشعير يحطوا عليك الحجر. شو قال شو حالي؟ هذا يحمد الله اللي شاف أسفل منه. قال لذلك الإنسان ينظر إلى من أسفل منه يحمد الله على ما هو فيه. مثال عجيب هذا. صلوا عنك. جاء دور الحمار ما هز حق ذلك بدأ ينهق ذلك النهقات بتيعه. الحمد لله. الخنزير حداد حلو قال مش تحمل كما قال الحصان حوالك ما فيها ما يتشاف. قال الحمد لله يا ربي خلقوا حمار ما خلقوش خنزير مثلي الكل. انت ابشع مخلوقات الله ذيل قصير وانت بدحدح مكركب اللي يشوفك يقول اعوذ بالله اللي واحد يسب واحد يقول له حلو صحيح ولا صحيح حطوه في الجردة فيها الورد يحب الورد هو يحب الريحه الطيبه يمشي لو مش عند الزباله وسخ يحط خشب وغلو غرم يبدي حرق بيدي هذا الريحة محبة مفهوم كلام؟ صحيح. الآن جاء دور الخنزير قال الحمد لله حصان الحمار قال ايش تحمد انت خنزير حلوك قال نحمد ربي اللي ربي خلقني خنزير ما خلقنيش ابن آدم يعصي الله. ليش؟ قال ابن آدم يعصي ربي أخص من الحيوانات. هذا المثال في آخر سورة عمرو يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لما رب يجمع الحيوانات يوم القيامة هذا المثال دليل في القرآن يا شيخ العلماء قالوا
ربي يجمع الحيوانات يوم القيامة، الثور اللي عنده قرون والثور اللي ما عندهش قرون، اللي عنده قرون ضح الثور اللي ما عندهش قرون أعطاه أربع ضربات يوم القيامة ربي يناديهم. هذا يوم الحق، يعطي اللي عنده قرون يحيله قرونه، واللي ما عندهش قرون يعطيه قرون. قل أعطيه، أعطيه الضربات اللي أعطاك القرون. لما يخلصهم من بعضهم بعض قل كونوا ترابا، الكافر الذي عصى خالقه قل يا ليتني كنت ترابا، يتمنى يكون حلوق وحمار حتى ما يخلدش في نار جهنم. يقول الكافر يا ليتني كنت. يا اخوان قولوا نعم، يا احبابي، يا من اختاركم الله في هذه الليله. الان الكلمات الاخيره والنادي الشباب الطيبين مش يتكلموا معه. الله اكبر، قل الله اكبر. المسلمين امه محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمات الاخيره مهمه جدا، اسمعوها. امه محمد صلى الله عليه وسلم، انسان ولا مش انسان؟ قل نحن انسان، ولكن اشرف الانسانين كنتم خيرا اخرجت. ربي اختارنا، اختار هذه الامه، صرنا انسان، لكن ربي ما اعطاناش نص مقاصد فقط، اعطانا زوز المقاصد مثل الانسانيه، وزادنا مقصد ثالث ما اعطاش لاي امه قبلنا وما في امه بعدنا. اسمه هذه كلمات مهمة. أعطانا إيش؟ مقصد ثالث. نعاود. عندنا مقصدين. كما الأمم الأخرى والناس الإنسانية الأخرين. لكن ربي اسمعوا يا أخوان. مقصد ثالث. أعطاهولنا ربي ما أعطاش لأي أمة قبلنا وما في أمة بعدنا. في أمة بعدنا؟ قل. أسألوني إيش المقصد أعطاه ربي لهذا؟ ماذا؟ لكن قبل ما أقول لك إيش المقصد. قلنا في البداية اللي يقوم على المقصد تبقى له قيمة، واللي ما يبقاش على المقصد تبقى له قيمة. ما فهمتها؟ إيش المقصد؟ الدعوة إلى العبادة والخلافة. عاودوا معنا. الله أكبر. الدعوة إلى العبادة والخلافة. شكون قال هذا الكلام؟ القرآن. رب العالمين. قل هذه سبيلي. قل يا محمد، خطاب لرسول الله. قل هذه سبيلي. ماذا سبيلك يا رسول الله؟ ادعو الى الله على بصيره انا قل هذا ومن اتبعني. ما قالش انا وجمعت كذا وكذا، لا، انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. قال واحد العلماء فسر هذه الايه ساعه نص، اقسم بالله اسمعوها يا اهل الفحص، يا من اختاركم الله هذه الليله، والله يبلغ هذا الكلام لجميع تونس، الانس والجان الى يوم القيامه. فسر هذه الايه اقسم بالله، قال من لم يقوم بالدعوة اتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم ناقص 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 ناقص. قرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ليش تصلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش تصوم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش تقرأ؟ رسول الله قرأ. ليش تزكي؟ رسول الله رسول الله ما قامش بالدعوة؟ قام بالدعوة. ليش؟ ليش يخلي الدعوة؟ ليش يخلي الدعوة؟ قال الله قال الدعوة أخوان صعيبة، وأنا عندي أولاد وعندي زوجة وعندي فلوس وعندي سيارة. والله قال أخويا الله يجزيك خير أصحاب الخير، وأنتم أصحاب الدعوة قوموا الله يعاونكم، نحن ندعوكم الدعاء منهم. هل يجوز هذا؟ الله كلف كل فرد من الأمة، كنتم خير أمة. ليش خير أمة؟ أخرجت للناس، أخرجت. قلوا معي ربنا للناس، قل أعوذ برب الناس. القرآن هدى للناس، الكعبة وضعت للناس، ونبي رحمة للناس، أمتنا للناس. فين الناس؟ كذلك الدعوة إلى الله اسمعوها، مش نكمل النبي الأحباب. الدعوة إلى الله من يوم الأمة كانت قائمة بالدعوة. العزة كانت لهم، قل الرفعة كانت لهم، الألفة بينهم. يقول العلماء اسمعوا يا أخوان، يا من حضرتم اليوم، والله العظيم إذا نقوم بالدعوة كما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمة تكون مجتمعة اجتماعا واحد، صفا واحد. قال العلماء مثال عجيب، باش تجمع الحجر مع الحجر باش؟ السيمان والرمل. تجمع اللوح مع اللوح؟ بالمسمار والمطرقة، بالمطرقة. تجمع الثياب مع الثياب؟ بالإبرة والخيط، صحيح؟ تجمع الحديد مع الحديد؟ بالسدير بالباقات والأفرايد. أقول قرعة. كل شيء له الحاجة. تجمع الإنسان مع الإنسان، المسلم مع المسلم، بدعوة محمد رسول الله. رسول الله لما قام بالدعوة اجتمع بلال الحبشي، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، حمزة القريشي، مجتمعين اجتماعا واحدا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
فالدعوة إلى الله وظيفة الأمة. قلت القصة بعد النادي الحباب، الدعوة إلى الله، ربي عزهم ولا عزهم، قل رفعهم ولا ما رفعهمش، قل نصرهم الملائكة ولا نصرهم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. جبريل نزل مع الملائكة، صلوا على المصطفى، جبريل نزل مع الملائكة في غزوة بدر، الملائكة نزلوا بسيوف محمية من جهنم، وربي علمهم الترتيب والضرب في الكسرنا الإلهية. إيش قال لهم؟ اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل ملائكة، قل الله أكبر. انتصروا ولا ما انتصروا؟ شكون اللي كان أكثر؟ مشركين 1000، المسلمين كم كان؟ 13-14. ماشي، كان العارضين القافلة بتاع قريش، فأبو سفيان هرب من القافلة على شاطئ البحر، وجاءوا 1000 بسلاحهم بطعامهم، وهؤلاء فقراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، إنهم جياع فاطعمهم، إنهم عراة فاكسهم، اللهم ادهلك هاتي العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. يا رب يا رب يا جماعة كبشة مش يبلغوا دينك للعالم. ورب نزل الملائكة سيوف محمد من جهنم. قالوا ما العلماء أول معركة قتل فيها الملائكة وآخر معركة، كل المعارك الأخرى يكثر العدد ويزنزلوا الرعب في قلوب المشركين. ما هي لحظات قليلة إلا المشركين منهزمين وصناديد كفر ميتين والمسلمين مرتفعين. صلوا على النبي. الله نصرهم ولا ما نصرهم؟ عزهم ولا ما عزهم؟ استجاب دعاهم. ليش؟ قاموا بالنقص. لكن المسلمين وين؟ 14 قرن الأمة تركت الدعوة. الحمد لله اليوم دعوة إلى الله، ستسمعون الحوادث العجيبة. دعوة إلى فرنسا كان في مركز إسلامي في السبعينات لأن أكثر من 3000 مسجد ومصلى. بعض الكنائس، بعض الكنائس صارت مساجد. راهب الكنيسة عمره 80 سنة يعلم الرهبان في كنيسة، 60 سنة يعمل في كنيسة، 20 سنة قرأ القرآن المترجم الفرنسي. كلمت معاه ساعة بينت له أن لا دين إلا دين الإسلام، نطق بالشهادتين، سمي عبد المجيد. صار داعي يمشي العربي ما يصلوش، يقول لهم انا مسلم جديد، ارجعوا لدينكم، هذا الاسلام هو الحق. وان تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا تكونوا تابعين. يا اخوان عندي قصه واحده، والنادي الاحباب يتكلموا كلمتين. الله الاحباب شو الذي يجلس الاول حتى الاخير يحصل المغفره من الله. الله يقول الملائكه اشهدكم اني قد غفرت لهم اذا نبقى حتى اخر المجلس. صلوا عليه. غير ما نرفع صوتي. في زمن سيدنا عمر، في زمن سيدنا عمر الخليفة الثاني، سيدنا عمر رضي الله عنه قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان النبي بعد كان عمر. صحيح؟ قول كيف كيف عمر؟ بعض الكلمات قالها صارت في القرآن. يوم ليل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله بسم الله، يا رسول الله لو اتخذ من مقام ابراهيم صلى، ونزلت الآية ورحت له اتخذ من مقام ابراهيم صلى. قال كلمة أخرى: يا رسول الله يدخل على أهلك البر والثلج اللي ما يسواش، لو اتخذت لأهلك حجاب. فنزلت آية الحجاب. لما نزلت الآية: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. وسيد عمر ايش قال؟ فتبارك الله أحسن الخلق. ربي قال هذه الكلمة لصقها مع كلام يعني. الله أكبر. سيدنا عمر في زمان جبت وبدأش فيها بربعة 17 ركعة. هو سيدنا عمر الشيطان يشوفه في الطريق يبدل الطريق له. سيدنا عمر في زمان جاء ولاد ملوك الفرس، ولاد ملوك الروم وبنات ملوك الفرس وبنات ملوك الروم جاءوا في السبت يبيعهم سيدنا عمر في سوق المدينة كما النهر والبعير. تاج كسرى وقيصر تحت أقدام سيدنا عمر وهو لابس 70 ركعة 17 ركعة. بكى بكى الصحابة قالوا ايش تبكي؟ هذا يوم النصر. قال نبكي لو كان هذا الخير كان فيه خير لكان عندنا صاحبي أي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا، لكن هذا امتحان من الله. ما تغيروش لباسكم، ما تغيروش أحوالكم، أعطوا هذا للفقراء واليتامى. صلوا على النبي. شاف في سوق المدينة امرأة قدها مشت. سيدنا عمر قال شبيها الناس اللي بيشوفوا حاجة يشوفوها ولا بيشوفوها؟ شيخ هذه البلاد لما يبيعوهم عبيد
المال بيعه ثمن بيعه كل بيت بيت المال مسلم. قال ايش بيها المغطي؟ لابد تعالي على وجهي حتى يشوفوها يشوفوها. ومن بعد المبلغ اللي فيها حطوه في بيت مال مسلم. كلف واحد من صحابه قال نحن بتاعهم وعندما نشتريها تغطي وجهي. حجاب عامه عندما تكون عند صحبه. جاي لحد بتاع ضربت يده. سيدنا عمر في يده الدره ربيعها يضربها. سيدنا علي وسيدنا الحسين كانوا قائمين قال يا امير المؤمنين اضربوها. تعرف من هي؟ بنت ملك الفرس. كيف كان قصرها؟ كيف كان خدمها وعبيدها؟ لان تتباع مثل الناقة يكفيها ذلا تتباع مثل الناقة في السوق. سيدنا عمر لما سمع مسك عن ضربها شافها مركز عليها في سيدنا الحسين. سيدنا الحسين ولد من؟ سيدنا علي. قال وجهه شافها وجه محمد صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. قال لما شافها ذيك البنت ملك الفرس عينيها مركزة في سيدنا الحسين. معناها بفراسته عرف ان قلبها تعلق معه. قال يا حسين كبرها شوف يديك تزوجها على سنه الله ورسوله. هديه من الله ورسوله. زوجها انجبت له سيدنا زيد العابدين امام الحرمين. دخلت في الاسلام بغير شيء. اعجبت له سيدنا زيد العابدين امام الحرمين اللي قال فيه الشعر هذا الذي تعرف البطحاء وقده والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا النقي التقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم ما قال لا قد إلا في تشهده لولا التشهد لكانت لاؤه نعم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. طب تعرفوش هذه الأبيات كذلك لها قصة باش نختم بهذه القصة الثانية في الأبيات كيف صار. قال كل الناس كان عندهم التقوى والتقوى الكاملة أنهم لا يعظمون أصحاب الملك والمال بل يعظموا أصحاب الصفات والأعمال الصالحة. فكان هشام بن عبد الملك ملك يطوف مع العامة كذلك كان حتى الملوك يطوفوا مع العامة. لما كمل الطواف واحد من الوزراء والمستشار قال اضرب الطريق الملك يقبل الحجر ولا واحد خلله الطريق لأن كلهم عندهم قيمة أصحاب الملك وأصحاب الصفات والعمل. بقى واقف متعجب عجيب والله هذا ملك نطيحه وخذ له يقبل الحجر شيء عجيب. شوية سيدنا زين العابدين كمل الطواف واحد فقط اتركوا الطريق إمام الحرمين يقبل الحجر. الناس عملوا هكذا على اليمين وهكذا على الشمال وتقدم واحد وقبل الحجر وجاء راجع. الله أكبر. الملك قال من هو ومن أنا؟ أنا من هو؟ ما تحملش يعرف شو هو. فشاعر الملك عنده التقوى كاملة قال أنت ما تعرفوش؟ والله نعرفك مين. وده يقول هذه الأبيات هذا الذي تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا النقي التقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا يكاد يمسك عندما يجي قبل الحجر هذاك الركن بتاع الحجر يشد الفوف يديه يقول استنى شوي ما تمشيش أنا متشوقي لك يكاد يمسك عرفان رحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم عمره ما قال لا إلا في الشهادة أشهد أن لا إله ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد لكان لأه نعم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكان هذا ينتهي الكرم. أش قال الملك تأكل خيرا أو تمدح خيرا كلش عمرها عنه تشكر الأخرين خذوا للسجن خذوا الحبس هياخذ كل حبس خذوه والحبس دخلوه بالعصا زردوه. وسمع سيد زيد العابدين جاي يزوره في السجن بالهدية قال اسمعنا انك اوذيت من اجلنا خذ هذه الهدية. قال يا امام الحرمين والله عرفتك عنده ليس مقصودي هدية مقصودي تشفع فيه جدك يوم القيامة. قال نحن قوم اذا خرج من بيوتنا هدية لا ترجعوا خذ هذا وان شاء الله لك الشفاعة خذ هذا وان شاء الله لك الشفاعة. صلى الله عليه وسلم. ونقول لكم ايش قال سيد زيد العابدين دعاء واحد ونادي الاحباب يتكلم معكم شوية ان شاء الله. صلى الله عليه. أشقال سيدنا زين العابدين دعاء نتمنى كل مسلم يكون عنده هذا الدعاء جامع لكل خير محضر لكل شر قرب
قلقوا. اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكره، ومن مسيء أعتذر إلي فلم أعذره، ومن ذي فاقة سألني فلم أوثره، ومن حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفره، ومن عيب مؤمن ظهر إلي فلم أستره، ومن كل إثم عرضني فلم أهجره. أعتذر إليك يا إلهي من هن ومن نظائرهم تذار ندامة يكون واعدا لما بين يدي من إشبائي، فصل على محمد وآله واجعل ندامتي على ما وقعت فيه من الزلات، وعزمي على ترك ما يعرضني من السيئات توبة تجيب لي محبة يا محب التوابين ويا محب المتطهرين. قل الله أكبر. الله أكبر. يا إخوان كملت الكلام الآن لنادي الشباب، ثلاثة أمور: عبادة الله والخلافة في الأرض والمسلمين مكلفين بثلاثة: دعوة الناس إلى العبادة والخلافة. هذه وظيفة كل مسلم. الصحابة رفعهم الله ولا ما رفعهمش؟ قولوا معي: عزهم الله ولا ما عزهمش؟ قولوا. ولكن المسلمين اليوم كيف أحوالنا؟ لأن تركنا مقصد بحياتنا. بسم الله. هذا أخينا، هذا أخينا محمد يقين أصله من مارتينيك في أمريكا اللاتينية. قم يا دكتور مساء الخير. تفضل برضه. السلام عليكم. السلام عليكم. مشرك بالله، مشرك. قال من فرق بين الحق والباطل؟ La deuxième, c'est
C'est quand j'ai embrassé l'islam. Alhamdulillah, Allah m'a guidé, mais la foi elle est faible, l'ambiance elle est faible, hein, et la prière est très très faible. المرحلة الثانية دخلت في الإسلام ولكن لما دخلت في الإسلام لقى روحي ضعيف الإيمان البيئة فاسدة حلايا فالصلاة ضعيفة كل شيء ضعيف فماشي هكذا على لأن الإيمان ضعيف والبيئة اللي حولي مصفة كلها فصارت مصقت مع البيئة. Le jour où j'ai vraiment connu cette foi d'islam, c'est quoi la lumière de la prière, la lumière du ramadan, la lumière du hajj, la lumière des zakat, la lumière de chaque chose, c'est quand j'ai commencé à sortir puis ça a débuté. قال ماذا أقول لكم متى عرفت الإسلام صار إيماني تقوى صار عندي حلاوة الصلاة حلاوة الصيام حلاوة الحج كل شيء حلو في قلبي باش لما عرفت الجماعة خرج في سبيل الله عند ذلك تقوى إيماني صار الآن نعمل الدين ونزيد نعمل الناس لفوق بينما كان قبل صعب عليا الله vous a donné la chance d'être né musulman et ça c'est un cadeau d'Allah. Allah vous a donné la chance d'être né dans un pays musulman. Allah vous a donné la chance d'avoir eu des sahaba qui sont venus dans cette terre. Ça, c'est un cadeau d'Allah. Allah Moi, mes parents, c'est pas des musulmans. Et les ancêtres, nos ancêtres, ils ont combattu les tabi'in. Et moi, mes propres parents, hein, ils m'ont mis à la porte pour l'islam. قال يا أخواني ماذا أقول لكم أن يعني أجدادكم خرجوا تحاربوا العالم أنا أجدادي كانوا يحاربوا المسلمين لما جاءوا يعطوهم الخير بتاع الإسلام كانوا يحاربوهم وأنا والدي الآن غير مسلمين لما دخلت في الإسلام والدي صحتوا قالوا اخرج ما تكونش عندنا أمشي برا مش فتش المسلمين ما تبقاش عندنا صحتوا من البيت. Je devais cacher mon islam au début. La foi est faible. Je me cachais pour faire la prière. قال لما دخلت في الإسلام إيماني ضعيف كنت الخبر إصلاحي للدرجة مش أصلي صلاة كان إيماني ضعيف. Si j'avais pas connu cet effort, je serais sorti de l'islam. قال لو ما عرفتش هذه الدعوة وخرجت معاهم باش تقوي إيماني راني في زمان طويل راني تركت الإسلام. إذا كل شيء مخالفني. الحمد لله. صحيح. ماذا تنصح؟ كونسيي. Le conseil, c'est que quand on dit à quelqu'un, sors fils à Bilal, si il ne prend pas la responsabilité. Si je peux lui expliquer 10 000 façons comment, c'est quoi cet effort, c'est quoi le front rouge, c'est quoi, il y a tellement de bienfaits, tellement de choses, il ne pourra jamais comprendre. La seule chose pour qu'il comprenne, c'est quoi, c'est qu'il sort de sa vie. Il sort 3 jours. Celui qui n'est jamais sorti, il sort 3 jours. Celui qui est sorti, il sort 40 jours. Et celui qui peut donner 4 mois et plus encore. Ça, c'est la seule chose qu'on peut. Le bayan du cher, c'est on va comprendre, on écoute, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est chacun prend la responsabilité et on sort sa ville. C'est ça le but. بعض الناس يقول لك ايش عندكم ثلاث ايام؟ ايش عندكم 40 يوم؟ ليش جبتوها؟ قال يا اخي الشيخ بن عثيمين علماء السعوديه قال هذا الكلام، قال هذا ترتيب فقط والا ليس 40 يوم ولا 40 يوم ثلاث ايام، هذا ترتيب فقط هو في الشريعه الاسلاميه ترتيب الاسلام يقول الوسائل لها حكم خاص، الوسيله توصل للمقصد ولو ما قامش بها رسول الله يجوز. اعطى مثال الشيخ قال الميكروفون ما كانش عند رسول الله لكن الميكروفون مش يوصل الصوت لذلك الوسائل حكم مقصر بسم الله اسماعيل دقري هذا اسماعيل من طيرن كان بوه وهو كان هو البوذي يعبد النار من تبع المشركين تاع الهند فصار مسلم كم يد تو مسلم يجي صار ثمانية سنوات في الاسلام الحمد لله لا توصل شوانتي من الاسلام سي دخول الاسلام اخته دخلت الاسلام اقبل منه متزوجه معه واحد داعي فرنسي تكلموا معه دخل الاسلام الحمد لله comme Adam il a dit Adam il a dit nous الحمد لله on n'est pas des musulmans on sait pas c'est quoi la chance de partager le ramadan faire la prière avec nos parents on sait pas c'est quoi cette chance vous Allah vous a donné une grande chance الحمد لله un gros cadeau ما شاء الله قال انتم الان عايشين في عالم مسلمين تعرفوا قيمه رمضان وقيمه العيد انا عايدكم رايه نحن ما عندناش هذا
ولو تعين لكن عائلتي كل غير ما نعملوش العابين معهم لأنهم في طريقهم. لذلك أخواني ما بقاش وقت على الكلمة الثانية، ولكن نريد الآن الحمام، نريد الآن أخواني أن الله تبارك وتعالى كرمه وصلاهم قبل ما ندعو الدعاء شيء ما يمشي عنه. من مستعد يقول أنا أربع شهور مستعد يقول القيم أربع شهور نقدا شو بسمع نقدا في حضور الجلسة نقدا يمشي هناك عند الخدمة صار بسم الله من وقت الأذان تري أربع شهور نمسح فرغ شيخ هناك عندي بالسرعة يا حضر. والذي ما يستطيع أربع شهور يحب عام عاش الباب مفتوح لأن تشكيل رب العالمين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم جنة. تشكيل ربي لله ليس أربع شهور بل 40 يوم مالك نفسك لله من أربع شهور من مسرع الذي يقوم أربع شهور لا يمد دعاءه خاص يا رب قلوا أمين الذي يقوم أربع شهور في سبيل الله اللهم تقبل بهذا السبيل حتى الموت من مسرع من ها شوف مسلمين اشتد خارجين أربعين جلد مسلم عندهم أزواج عندهم خدمة عندهم وجه لغر عندهم جلد وحدة رجلهم تعالوا خارج في سبيل الله وانت عامل رجلين بين عنده العذر من مستعد أربع شهور؟ طيب إيش نختصر وقت الأذان؟ من مستعد 40 يوم يقوم؟ 40 يا كل معي من يقوم 40 يوم الله يقومه في الفردوس بجوار المصطفى قولوا مين؟ من يعمل الفردوس بجوار المصطفى يا هزين؟ هزين بخير حتى الفردوس محب؟ أيوه قوم هم شهر 40 قوم أشياء هنا بسم الله الله أفضل حالي هذا 4 شهور 43 يوم جاءت 4 شهور زيد هناك زيد من 40 يوم؟ يا قولوا أمين يا رب من يرجع يقوم لأربعين يوم في سبيل الله اللهم تقبله في هذا السبيل قولوا أمين من أخوان قول مقصد بتاع مقصد كلمة به رب وربي ماذا قال الذين آمنوا صبر الذين آمنوا صبر الذين آمنوا حتى يدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله أموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ماذا خير لنا؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله ومن قريب وبشر المؤمنين من مستعد أربعين؟ قل قيل بالخير والخير الله أفتح عليك قل أمين قل أمين ايش اسمك يا الله اجعله في زوجة محمد المصطفى تزوج الله بارك في زوجته وفي أبنائه قل أمين من يحب هذا الدعاء تفضل من 40 يوم من يحب 40 يوم قم أين القدماء خدماء أشهر القدماء لا القدماء عزمان الله يسلمك على قم يا أخي قم لعندك انت عام عاشور انت مش تعب أيوم اسمك الله مرزقه نور خادم الولي انت حليفة على العالمين زوج من النساء قل تزوج من النساء الله بارك في زوجتي بارك في ابنائي اسمك يا اخوي خوي الحبيب مستعد كم ليش تتوضا الحبيب مستعد سنخلي وقت الوضوء ان شاء الله من مستعد اربعين كم يا شيخ اللي يقوم الان بتقول انا من اربعين طيب اخر طلب مش ندعو الدعاء من مستعد 10 ايام له دعاء خاص يقوم 10 ايام يا من يقوم 10 ايام اللهم تقبله في هذا السبيل حتى الموت اللهم اجعله من الدعاء صبه هناك عند اخي 10 ايام يا اخينا الحمار القدماء يخرجوا 10 من ولو 10 ايام من مستعد 10 ايام شيخ 10 ايام في سبيل ما شاء الله بشرت من يخرج في سبيل الله كل حسنه يعملها ب 700,000 حسنه كل ركعه ب 700,000 ركعه الغبار اللي يمسه ما يتلقاش مع دخان جهنم ما يحب بعيد الدخان جهنم يهزم هيقوم مش 10 ايام قوم الله يكملها بالخير من ناوي الخروج قبل ما يجي ملك الموت يا زين قبل ما يجي الموت كيف هذا ما يجيش الليل هو ما تخيلوش يجي الليل والله يا اخواني قبل سنتين او ثلاث سنوات كنا في السعوديه في حدود البحرين واحد فلبيني دخل الاسلام يوم الاربعاء صام يوم الخميس مات يوم الجمعه الله اكبر الموت قريب جدا يا مسلم عجل قبل الموت صلح ايمانك ويقينك صلح دينك وقوم بالواجب لقلبك لربي والا وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون مستعد
تعظيم شرع أي مكان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بن الأولين والآخرين وفي ما بعد. اللهم يا بديع السماوات والأرض يا مبدل الأكرام سامع كلامنا ويا عارف بما في صدورنا ارجعنا إليك بهذه اللحظة قلوبنا لا تركنا خائبين. اللهم يا مؤنس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غياث المستغيثين يا عباد من لا عباد له يا سند من لا سند له يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا مبدي النعم قبل استحقاقها يا فاتن الحق والنوى يا شاهد كل نجوى يا رازق الطفل الصغير يا رازق الغراب المعادي في عشه يا جابر عظم الكثير اجبر كسر الامه يا رب العالمين. اللهم ارد الامه بجموعها برجالها ونسائها شبابها وبناتها فقرائها وابنائها عربها وعجمها ردوا الى دينك والى جود دينك يا كريم الكرماء يا رب الف بين قلوب المسلمين وحد صفوفنا وحد كلمتنا لان المحبه بيننا يا رب على الاسلام فرق المسلمين والشياطين فرقوا في المسلمين وكل شيء فرق المسلمين. اللهم اي وحد صفوف المسلمين ونضج المحبه بين قلوبنا. اللهم وحد صفوفنا. اللهم يا رب على الاسلام فرقوا بيننا. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدميرهم واجعل دائر على قلوب عليهم يا رب العالمين. اللهم اننا اخوان يا رب وحد صفوفنا. اللهم يا رب العالمين انك تعلم لان اللي كان سبب في قتل سيدنا عثمان واحد من المشركين نظر اسلامه عبد الله بن سبع جمع 2000 في مصر 2000 من المشركين من المسلمين وجاءوا ربوا سيدنا عثمان في الاخدم والقصه معروفه. بعد الاسلام عندهم يشوفوا الاسلام يتدلع يعمل في الارض المسلمين حتى يفرقوا بينهم لان عندهم الشعار فرق تسد فرق من تكون فوق ضربوه في المخ خليفه في رسول الله صلى الله عليه وسلم حصروه في بيت صايم 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 دخل عليهم الحيط ضربوا عدو الله حتى طاح وطلع في مسد ويضرب الصين حتى صار الدم يقرا في القران وصايم خمير المؤمنين قتلوه جت زوجة حامي ضربوا صوتها قطعوها قصه معروفه من ذاك الوقت بدا المسلمين تفرقوا وبدا قالهم لو تقتلوني ما تجتمعوا بعد اليوم قتلوه جاء سيدنا علي والصحابه قالوا دفعوا علي قال لا ما نحبش قطره نتاع دم تنزل بسبب ابدا ما نحبش قطره نتاع دم تنزل بسبب قال رسول الله شافه هناك قال تحب تفطر عندي ولا الله يسترك عليهم قال تحب نفطر عندي شاف فرق عند رسول الله بالجنة في على درجة الجنة فرقوا عداء المسلمين فرقوا بيننا يا اخوان لوجه الله نقول اخوان تحارب لوجه الله نتعاون على الدين انت عندك فكرة وانا عندي فكرة الله نتحارب نحب بعضنا والله يوفقنا بهدينا سواء السبيل قل امين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.